قدم الأب جور شرايحة حلقة من برنامج صباحكم نور بعنواني على خطى السينودوس الجزء الثاني. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الأب مروان حسان راعي كنيسة يسوع الملك للاتين في المصدر، حيث دعا المؤمنين إلى الالتزام بنصوص وتعليمات السينودوس الذي سيجعلهم مستقبلا يعيشون براحة في حياتهم الإيمانية. كما أجرى البرنامج اتصالين مع كل من الأب فرح حجازين والأخت الراهبة سناء سماوي. فإلى هناك أبونا، مفهوم السينودوس كنا بنحكي أنا وحضرتك قبل ما نطلع على الهواء ما بين المجامع وما بين السينودوس وما بين الفكرة من معنى كلمة السير معا، معنى كلمة السينودوس، شو بتخبرنا هيك مقدمة عن هذا الموضوع؟ أولا صبحكم بالخير جميعا، يعطيكم ألف عافية، وأنا مسرور أني أكون معكم اليوم في هاي الحلقة حتى نحكي مع بعضنا البعض عن السينودوس اللي نوعا ما إعلاميا إحنا شوية مقصرين فيه في أبرشية في الأردن. إذا بنرجع على موضوع السينودوس وإذا بنرجع فيه من ناحية لغوية ومن ناحية معجمية، كلمة السينودوس هي بتيجي من كلمة مشتقة اللي هي اندس إلى أو اندس إلى يعني هو دخل في، وهذا هو هدف الكنيسة. هدف الكنيسة إنها ترجع وتدخل في شعب الله وتدخل في مسيرة الكتاب المقدس من جديد، اللي مرات كل فترة وفترة إحنا بحاجة نتجدد فيها وبحاجة نرجع نذكر حالنا إنه إحنا وين ماشيين ولوين ماشيين. فكلمة السينودوس هي اندس إلى، فإحنا نرجع من جديد ندخل في روحانية كتاب مقدس وروحانية شعب الله. كلمة سينودوس هي جاية تنلفظ في اللغات الأجنبية سينود، وهي مزيج ما بين اللغة اللاتينية واللغة اليونانية، وأقرب معنى إلها في اللغة العربية هي السير معا، نمشي مع بعضنا البعض حتى نفكر بكنيستنا، نفكر بروحانيتنا، نفكر بصلاتنا، نفكر برعوية الكنيسة وكيف إحنا ممكن نوصل المسيح لعالم اليوم ولشعب اليوم بالفكر اللي هو موجود فيه حاليا. السينودوس هو بشكل عام هو تجمع عام أو شامل لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية لمناقشة إشكاليات معينة بتمر فيها الكنيسة، ممكن إشكاليات إيمانية، عقائدية، أخلاقية، ورعوية. فهو بالدرجة الأولى على مستوى الكنيسة بكل السنوات الماضية اللي عمل فيها السينودوس هي كانت فقط على مستوى أساقفة ورؤساء أساقفة الكنائس الكاثوليكية، كانوا يجتمعوا مع البابا في روما وهم يتناقشوا في أمور الكنيسة تبعتهم. والسينودوس هو كمان ممكن يكون مش على مستوى الكنيسة جمعاء، كمان ممكن يكون على مستوى الكنيسة خاصة. يعني نذكر السينودوس اللي صار بأوروبا الشرقية حتى يناقشوا بدور الكنيسة ما بعد انهيار وسقوط الاتحاد السوفيتي، كان في سينودوس خاص في لبنان، كان في واحد خاص بأفريقيا، وإحنا بنذكر كمان أراضي المقدسة. بالضبط، أراضي المقدسة بسنة 2000 اللي طلعت من خلاله ملفات إيمانية بتحاول تنعش إيمان الشعب المسيحي في أبرشية القدس. فهو السينودوس هو مصغر عن المجمع. نذكر في مجامع كثيرة صارت على تاريخ الكنيسة، آخر مجمع إحنا بنذكره هو المجمع الفاتيكاني الثاني. فالسينودوس هو مصغر عن المجمع، وهو بيعالج مشاكل صغيرة بتكون على مستوى كنيسة معينة صغيرة أو على مستوى العالم كله. نعم صحيح. أبونا، شركة، مشاركة، رسالة. هلأ رجعت على المعجم اللغة العربية، طلعت كلمة إنه شركة ومشاركة. هلأ المشاركة خلينا نقول مثلا مؤسسة فيها رئيس مجلس إدارة وفيها الأعضاء وفيها المدير وفيها العمال اللي بتشاركوا مع بعض. نعم. هلأ الشركة أسمى شوي، يعني الشركة بدهم يكونوا هم الأونر، هم أصحاب الشغل. وكأنه بحس فيها يعني في ثلاث مقاربات اللي هي الشركة، مشاركة، رسالة، بثلاث المواقف اللي كانت مع الشاب الغني اللي إجى على يسوع بواردي في ثلاثة أناجيل. نعم. متى ولوقا ومرقس، لما كان إيمانه متدين من الخارج ما فات بالعمق، فسمع أصغى الإصغاء، يسوع أصغى إله، سمع حكياته، بعدين تأمل في كلامه، بعدين بأخذ القرار. وكأنه هي الشركة بتخص الأساقفة والمشاركة بتخصنا إحنا والعلمانيين، وتيجي على مستوى الرسالة اللي خلينا نقول إنه هينا اجتمعنا وهينا عملنا وقديش صار في سينودوس قبل هيك وقديش بيجي سينودوس بعد هيك، بدنا الرسالة الخلاصة في هذا الموضوع. النوع الجديد اللي عم بعطينا إياه قرص بابا في هذا السينودوس إنه هو بده يصغي للشعب أكثر مما أنه هو بده يصغي للأساقفة.
عشان هيك إذا بنطلع على آلية العمل لهذا السنورس بشكل خاص هي مختلفة زي ما حكي قرص بابا عن باقي التجمعات أو التحضيرات للسنورس اللي صارت بالماضي كلياتها. عادة زي ما حكينا هو يختص فقط برؤساء الكنائس والأساقفة بيجتمعوا مع البابا بتناقشوا كل هاي الأمور. عادة ببلش مع رأس الهرم. أوكي البابا عنده رأس الهرم عندهم كل المعلومات تجيهم بتناقش معهم بأخذوا قرارات. المرة هاي البابا أراد أنه ينزل للقاعدة أراد أنه ينزل ويحكي أنه إحنا كمان لازم أنه نصغي للشعب وبعد ما نصغي للشعب ونعرف شو هموم الشعب إحنا بنطلع فيها بدرجاتنا حتى يكون في عنا صورة واقعية عن واقع الكنيسة اللي إحنا عم نعيش فيها. من هذا المنطلق ومن هذا الفكر الموجود عند البابا أعتقد أنه هو اختار الاسم للسينولوس اللي هو شركة ومشاركة ورسالة. هلا الكلمة الأولى والثالثة اللي هي الشركة والرسالة مرتبطات مع بعضهم بعض. المشاركة هي الجديدة. الشركة والرسالة هي إشي بتعيش الكنيسة. الكنيسة عم بتعيش الشركة مع بعضها البعض. الشركة بمعنى أنه عم منعيش المحبة بين بعضنا البعض. عم منعيش الشركة في جسد يسوع المسيح كامل. إحنا منكون على مثال يسوع المسيح على مثال الثالوث الأقدس بكافة الأسرار يعني بكل الأسرار وعلى مثال الثالوث الأقدس بأنه كل شيء مشترك بينهم. فيسوع المسيح كان يحكي كل ما هو للآب فهو لي وكل ما هو لي فهو للآب. هاي الشركة اللي الكنيسة تتبناها وهي جزء من هويتها. بعد ما نعرف شو هي الشركة تبعتنا بأنه إحنا ممتلئين من المحبة وأنه إحنا المحبة بناتنا والروح القدس هو اللي بحركنا بالإجبار رح يكون في عنا خروج من الذات بالضبط زي ربنا. ربنا كان في عنده الشركة بحد ذاته بين الآب والابن والروح القدس عاشوها بناتهم ومن فيض هاي الشركة توجهوا إلى الإنسان وهي هي رسالة الله للإنسان اللي أعطاه المحبة وأراد أنه يشركه بهاي المحبة. صباحك نور أبونا فرح الحبيب. صباح الأنوار. تحية لأبونا جورج أبونا مروان الغالي. الله يخليك يا ربي. هلا يا أبونا قد ما بتقدر تعلي صوتك لأن صوتك دائما عالي. إن شاء الله للخير. آمين يا أبونا. آمين يا حبيبي. شو حاب تحكي لنا اليوم توجهنا؟ يعني هو في الواقع ما أجمل أن الكنيسة تتجدد دائما وفي نشاطات السينودس والسير معا. ولكن بتوقع أنه في انطلاقنا للمستقبل في نظرتنا للمستقبل مش لازم هذا ينسينا الينابيع اللي انطلقنا منها ألا وهي يسوع المسيح نفسه والإنجيل المقدس. أكيد. فجميل جدا أنه نذكر بالجوهر وبالأساس لكل إيمان المسيحي اللي هو يعود إلى الماضي وليس المستقبل نقدر نبني على فراغ ولكن يجب أن نبني على تعاليم المسيح الجيل المسيح والشخص السيد المسيح. فبدنا نشوف نوعا ما حاول بدي أعطي هذا الجوهر باختصار اللي بنطلق منه من عظة الجبل اللي أعطاها السيد المسيح واللي هي العلامة المميزة للإيمان المسيحي. فبقول ما يلي من خلال عظة يسوع على الجبل أراد أن ينقل الإنسان نقلة نوعية من عقلية دنيوية بشرية محدودة إلى عقلية إنجيلية مسيحية إلهية. لا يستطيع الإنسان أن يقبل أو يعمل بهذه العقلية بدون نعمة السيد المسيح ومثل السيد المسيح. وهذه باختصار بعض المبادئ أو الميادين حتى نسأل أنفسنا أين نحن منها. العالم يقول طوبى للأغنياء والأقوياء الذين يملكون الغنى والقوة. أما السيد المسيح فيقول لنا إن الغنى الحقيقي هو في الله الدائم وليس في المال الزائل وأن القوة الحقيقية هي قوة الفضيلة والحق والعدل. ما الفائدة من غنى إذا كانت النفس فقيرة وما ضر الفقر إذا كانت النفس غنية. يقول العالم العين بالعين والسن بالسن والسيد المسيح يدعونا إلى محبة الأعداء والصلاة من أجل المبغضين. أحبوا أعداءكم وباركوا لعنيكم. يقول الكتاب المقدس لا تنغلب للشر بل اغلب الشر بالخير. وفي كلمات جميلة جدا لغاندي إذ كان يقول إذا قابلنا الشر بالشر فمتى ينتهي الشر. وإله قول ثاني جيد عندما يقول إذا طبقنا مبدأ العين بالعين والسن بالسن لأصبح العالم أعمى. يقول العالم أن نحب من يحبنا وأن نحسن إلى من يحسن إلينا. أما السيد المسيح فيدعونا إلى أن نقتدي بأبينا السماوي في محبة جميع الناس بما فيهم الأعداء لأن الله الآب يطلع شمسه وينزل مطره على الأبرار والخطأ.
يقول العالم السيد هو المخدوم، أما يسوع فيقول لنا من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما، كبير القوم خادمهم، وقد أعطى من نفسه قدوة لذلك. يدعو العالم إلى كره الخاطئ ومقاطعته، أما يسوع فيدعو إلى كره الخطيئة ومحبة الخاطئ. يدعو العالم إلى الانتقام من الخاطئ، أما يسوع فيدعو إلى رحمة الخاطئ ليساعده على التوبة والخلاص. بالنسبة للسينودوس أكيد هي السير معا، فبالنسبة لي بحس أنه بمجال التعليم المسيحي بكنائس الأردن كتير عم بيعملوا مجهود، كل كنيسة بكنيستها بتعمل مجهود عن جد للتعليم المسيحي كتير حلو وكتير غني فيما يخص الأطفال، الشبيبة، العائلات إلى آخره، تنشئة المربين والمربيات المسؤولين، ففي غنى كتير حلو. بس بحس بالسينودوس للسير معا محتاجين نقعد قاعدة مع بعض كل اللي بيقوموا بهالمجهود هذا داخل الكنيسة الواحدة وخارج الكنيسة، نشوف كل كنيسة تعترف بكل فئة من فئات اللي بتعطي من كل قلبها للتعليم المسيحي بكل الفئات بكل التنشئات اللي بيقوموا فيها، نتعرف على بعض، ممكن ينعمل مثلا استبيان، ينعمل لقاءات داخل مثلا نفرض الشبيبات اللي بيعطوا تعليم مسيحي يقوموا بهالشيء مثلا بالرعاية اللي بيقوموا بالتعليم المسيحي، وهكذا كل محل بمحله وكل منطقة بمنطقتها ناخذ استبيان من كل الأطراف اللي بتقوم بهذا التعليم المسيحي، زي نوايا نعمل نوايا أبونا مروان أبونا جورج، نعمل نوايا صغيرة هي تقوم بالتحضير لهذا السينودوس حتى نصغي لبعض وننفتح على بعض على كل الأشياء اللي منقوم فيها. والنقطة الثانية اللي هي نعمل تشابك، يعني نعمل السير معنا، يعني نشتغل مع بعض بعد ما نكون اعترفنا بالفئات الموجودة، نعمل فحص ضمير، يا هل ترى في أنا مثلا في مكان معين أشخاص بيشتغلوا كتير كويس بس يا هل ترى في تسلط من قبلهم، في أشخاص مثلا بيشتغلوا بشكل خجول مثلا، شو فينا نطلع منهم مواهب أكثر من هيك. فهذا السير معا هو محتاجين لناخد بعين الاعتبار أنه ناخد زي استبيان، نتعرف على بعض أكثر، نقبل بعض ونشوف الأشياء اللي هي ناقصة مثلا أبونا حكى عنها، أبونا مروان ذكرها قبل هيك، نشوف هالأطفال الأطفال اللي ما بيجوا على التعليم المسيحي، شوف شو في مجال نعمل لهدول الأطفال. وبين قوسين لأنكم ذكرتوا أنكم رح تعملوا لقاء مع السياسيين، يا ريت تطالبوا كمان بأنه يكون بالمدارس الحكومية في تعليم مسيحي، هذا كتير مهم لأنه في كتير عائلات فقراء يعني ما بيقدر يودوا أولادهم للمدارس الخاصة. صحيح. شو فينا نعمل نكسب هذول الأولاد، يعني إذا فينا هذا الشيء كمان تذكروه من ضمن الأشياء اللي أنتوا رح تذكروها للسياسيين، يا ريت اللي هم المسيحيين اللي بالبرلمان يعيشوا معنا هاي النقطة، يطالبوا بهذا الشيء زي باقي الدول المجاورة اللي بيعطوا تعليم مسيحي لأولاد المسيحيين. نعم. بدي أقول للشبيبة كمان، هي صح أبونا ذكرها أبونا مروان بعيدة كمان، فينا نعمل نواة أن نشوفه ونستهذبهم، وهو ده ما الأبونا كمان رح يعملوا هذا الشيء الحمد لله. بالنسبة للعائلات كمان نعمل نواة، هاي بذكر على سبيل المثال في لجنة أسرتنا اللي هي أسسها سيدنا سليم، كان هدفها هي أنه هدول اللجنة المصغرة بالكنيسة تساعد الكاهن تدور على العائلات اللي بعيدة عن الكنيسة، ونحن بنعرف العائلة هي أكثر شيء ممكن هي تعطي التعليم المسيحي للأطفال وللشبيبة، فنستهدفهم نقوم بهالنواهي يقوموا يشوفوا مين العائلات اللي بعيدة عن الكنيسة.